هل ما حكم الدعاء ورفع اليدين في خطبة الجمعة؟ الدعاء إذا كان لطلب نزول المطر فلا بأس عند القحط أن يدعو ويرفع يديه، وإذا كان في غير هذا فيكفي أن يرفع أصبعه يشير بأصبعه إلى السماء، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه فقط يشير بها إلى السماء عند الدعاء، وأيضا لا يتوسع في الدعاء في خطبة الجمعة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويدعو كل جمعة، ورفع اليدين والدعاء والاستمرار عليه من البدع، فلا يستحب بارك الله فيكم. وإن دعا بكلمات خفيفة ممكن دون رفع اليدين.